أهلا بكم مشاهدينا الكرام. سلم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل الولد الشيخ أحمد أجندة المباحثات إلى الحكومة لإقرارها قبل الذهاب إلى المفاوضات التي لم يحدد مكان انعقادها بعد. مصادر دبلوماسية ذكرت أن حكومة بحاح لديها تحفظات وتعديلات على بنود الأجندة التي أعدها المبعوث الأممي بعد أن أجرت عليها الكثير من التعديلات بالتوازي مع تعديلات الميليشيا واشتراطاتها. تواترت الأنباء عن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى عدن للقاء الرئيس هادي والحكومة لأول مرة في إطار مساعيه للتحضير لمباحثات جنيف المفترض هي عقدها منتصف الشهر الجاري بحسب الأمم المتحدة. تأتي هذه الأنباء عقب جولة مكوكية للمبعوث الأممي زار فيها طهران ومسقط والرياض وأبوظبي سعيا على ما يبدو لفهم متطلبات الميليشيا ومن ورائها الدول التي تساندها لدخول المشاورات وكذا دول التحالف العربي. بحسب مراقبين تشير الجهود الأممية إلى وجود تعنت من قبل الميليشيا وعدم صدق نواياها في الذهاب إلى المفاوضات والالتزام بتطبيق القرار الأممي 2216. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: في ظل التعقيدات الحاصلة هل ستعقد المشاورات وهل ستفضي إلى حلول حقيقية للأزمة أم ستكون عبارة عن تظاهرة سياسية لا أكثر؟ المحور الثاني هو ما مدى قناعة وصدق نوايا الأطراف في الذهاب للمفاوضات خصوصا الحوثيين والمخلوع؟ لمناقشة هذه المحاور سنبدأ حلقتنا، لكن قبل أن نبدأها نتوجه لمتابعة هذا التقرير. أخذ موضوع الاتفاق على أجندة لقاء جنيف وقتا أكثر مما كان مخططا له من قبل الأمم المتحدة التي ما زال موفدها لليمن عالقا في الفشل الذي أصاب الجولة الأولى للمباحثات التي لم تلتئم. الحكومة التي أعلنت الأمم المتحدة تسليمها لمسودة أجندة المفاوضات أجرت عليها أكثر من تعديل بالتوازي مع تعديلات الميليشيا واشتراطاتها المتكررة، فقد اشترطت الحكومة بدء إعلان الميليشيا وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين كإثبات لحسن النوايا، فيما يشترط الحوثيون وحليفهم صالح وقف عمليات التحالف. ولد الشيخ الذي تواترت أنباء عن تواجده في مدينة عدن للقاء الرئيس هادي لبحث جدول أعمال مفاوضات جنيف 2 عقب جولة مكوكية زار فيها طهران ومسقط والرياض وأبوظبي ساعيا لعقد المشاورات في منتصف الشهر الجاري. تحتوي أجندة لقاء جنيف على عدة قضايا رئيسة أبرزها محاولة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن التي تم احتلالها وغيرها من الترتيبات الأمنية. لا شيء يشير حتى اللحظة إلى صدق نوايا الميليشيا في الذهاب نحو مفاوضات من شأنها وقف العنف في البلاد، بل على العكس فهي تمارس تصعيدا على الأرض لإعادة التواجد في المناطق التي طردت منها سابقا. أما الرئيس هادي فهو يحاول إعادة ترميم الحكومة وصفوفه عبر سلسلة قرارات بتعيينات في الحكومة من أجل سد الفجوة بينه وبين نائبه والحد من أدوات الخلاف المتكررة استعدادا للمرحلة المقبلة التي لا مجال فيها لأنصاف الحلول. ينقسم اليمنيون بشأن محادثات جنيف 2 بين من يرى أن العمليات العسكرية هي وسيلة الوصول في النهاية إلى حل سياسي، وبين من يأمل توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي حقيقي لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الآمال تبدو معاكسة لآراء أخرى لا تعول كثيرا على مؤتمر جنيف 2 لإنهاء الحرب وتعتبرها مجرد استراحة إجبارية بين المتحاربين، معتبرين أن أي حلول سياسية منقوصة لا تنهي القوة والسلاح من أيدي الجماعات ستكون أشبه بترحيل الحرب إلى جولة أخرى قادمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي من الشارقة. أهلا بك دكتور عمر. مرحبا. دكتور عمر، يعني بعد ما رأينا من هذه يعني الأوراق التي تم تسليمها إلى ولد أو إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل ولد الشيخ، هل بات أكيدا أن أمر جنيف سيكون حتميا وهل ستذهب جميع الأطراف إليه؟ أعتقد أن جنيف 2 سوف لن تكون لديها فرصة كبيرة جدا لعمل حل أساسي وجذري للمشكلة القائمة، ذلك أن الوضع الميداني هو الذي يتحدث الآن بطريقة واضحة المعالم، وهنالك تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية فيما يتعلق بالجيوب التي يقدرون على التصعيد فيها، بالمقابل هنالك موقف ثابت من قبل الشرعية والتحالف العربي يتعلق بضرورة
أن يكون هذا التصعيد مواجها بالقوة العسكرية المباشرة كما يحصل في أماكن متعددة في اليمن الآن. طبعا لذلك جنيف بالنسبة للحوثيين وصالح هي محطة مناورة ومحطة محاولة تدوير أوراق معينة والتقاط الأنفاس لا أقل ولا أكثر، هذا ما أراه بوضوح تام، لأن هذا النفر من الناس تعودوا على أن لا يكونوا يمتلكون مصداقية في سياق ممارستهم للعملية السياسية وفي سياق أحاديثهم المتبادلة مع الأطراف المختلفة، ولهذا السبب لا أعتقد أن هنالك مفاجآت فيما يتعلق بطريقة تعاملهم مع العملية السياسية، لأننا قد رأينا ذلك منذ 2011 وبعد المبادرة الخليجية وأثناء مؤتمر الحوار الوطني وبعد مؤتمر الحوار الوطني وإلى يومنا هذا، بمعنى آخر أن الأدوات السياسية التي يتحركون فيها هي أدوات مناوراتية تكتيكية مخاتلة لا تحتمل المصداقية بالمعنى العميق للكلمة. ولهذا السبب أنا أعتقد أن محاولات جهاز الأمان العام للأمم المتحدة وعلى رأسه الأمين العام هي محاولات رأب الصدى ومحاولة إنجاز نوع من التميز الوظيفي، إنجاز التعبير أو النجاح الوظيفي، وهذا ما فعله المندوب السابق والمندوب الحالي. يعني هي لربما أستاذ دكتور عمر، لربما دكتور عمر هي وظيفة الأمم المتحدة أن تبحث عن حلول سياسية في المقام الأول، لكن بشكل عام هناك جهود دبلوماسية كثيرة تبذل للوصول إلى حل سياسي. ما الذي يمنع هذه الأطراف، أطراف المتصارعة في اليمن، بعمل يعني فعلا التوجه إلى مائدة المفاوضات والتفاوض لوضع حلول جادة سياسية لإنهاء الصراع؟ العملية السياسية مطلوبة، العملية السياسية في نهاية المطاف هي الخيار الذي لا بد من الوصول إليه سواء بالحرب أو بدون الحرب، لكننا عندما نتحدث عن جهاز الأمان العام للأمم المتحدة علينا أن نعرف أن هذا الجهاز لا يملك قوة قهرية قانونية كما هو الحال بالنسبة لمجلس الأمن، ولكن حتى مجلس الأمن الذي أصدر قرارا مجيرا على البند السابع ليس بوسعه القيام بعمل جبري قاهر قانوني بحسب التفويض إلا إذا كانت هنالك دولة كبرى مستعدة للقيام بهذا العمل كالولايات المتحدة. بمعنى آخر حتى جهاز مجلس الأمن مرهون في نهاية المطاف بالإرادة الدولية لأحد الأعضاء الكبار في مجلس الأمن الدولي، وغالبا ما تكون الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية مع بعض في سياق، والصين وروسيا مع بعض في سياق، وبالتالي نحن لا أرى هناك إمكانية حقيقية فيما يتعلق بجهاز الأمم المتحدة سواء ممثلا في جهاز الأمان العام أو مجلس الأمن، إمكانية حقيقية لتطبيق القرار الأممي بطريقة جبرية أو بطريقة قانونية قاهرة. ومن هذه الزاوية أنا أقول أن الرهان على العملية السياسية ورهان مطلوب. طيب يعني أليس من المعتبر أن نحن نتعامل مع جماعات لا تعترف أصلا بالعملية السياسية بجملتها؟ طيب ألا يمكن اعتبار التحالف العربي هو قوة كبيرة إلى حد كبير يعني قادرة على فرض الأمر الواقع بصدد الحوثيين، لكن بنفس الوقت يعني تفعيل العملية السياسية بشكل يعني موازي لذلك؟ من الحكمة بمكان سواء من قبل قوى التحالف أو من قبل الشرعية اليمنية أن تسعى في الطريقين في ذات الوقت، بمعنى آخر أن لا تمنح الحوثيين و صالح فرصة المخاطبة العالم الخارجي بأنهم دعاة سلم والآخرون دعاة حرب. بالعكس يعني أنا في تقديري الشخصي أن الجهود التي تبذل على المستوى الدبلوماسي سواء في إطار التحالف العربي أو في إطار الشرعية القائمة أو في إطار المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية المتعددة والمتنوعة التي تقبل بدولة عصرية، كل هؤلاء الناس يسعون للعملية السياسية بمصداقية حقيقية. المشكلة هنا الآن أن هذه العملية السياسية تتحول إلى مجرد تكتيك ومناورة سياسية من قبل الطرف الميليشياوي الانقلابي، لكن هذا لا يمنع بحال من الأحوال من خيار السلم إذا كان هناك استجابة وقابلية أو إذا تبلور موقف عاقل لدى بعض الأطراف الرافضة للشرعية. لا بأس من العملية السياسية واردة. دكتور؟ نعم. طيب اسمح لي أن تبقى معنا دكتور. ينضم إلينا الآن الصحفي باسم الشعبي من عدن. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا وسهلا، حياك الله.
أستاذ باسم، بحكم تواجدكم الآن في عدن والرئاسة هناك، ما هي ردود الأفعال الرسمية المرصودة لتسلم الرئيس هادي للورقة من المبعوث الأممي؟ كما يبدو هناك يعني معلومات تتحدث عن أن المصفوفة التي سلمت للحكومة اليمنية هي مصفوفة حقيقة ناقصة، تحدثت عن انسحاب من المدن لكن لم تتحدث صراحة عن تطبيق القرار 2216، مما يضع عراقيل أمام الحوار الوطني في الحقيقة، وبالتالي يبدو أن يعني جماعة الحوثي ويعني يعملون تحت غطاء أممي حقيقة لكسب مزيد من الوقت لصالح المعركة العسكرية على الأرض، وبالتالي أعتقد أنه الآن لم تصدر الرئاسة اليمنية أو الحكومة يعني بيانا رسميا عن يعني موافقتها على هذه المسودة أو يعني التأكيد على ما إذا كان فعلا يعني أنه يعني فعلا أنه حل الأزمة اليمنية هو يعني. طيب أستاذ باسم، لا زلت معنا؟ يبدو أن الاتصال انقطع. على كل حال نعود إلى الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور، يعني تحدث الأستاذ باسم عن أن الورقة هي ناقصة وأن لربما هناك أن الحوثيين يمشون بغطاء أمامي. هذه الأجندة أو النقاط التي أوردها المبعوث الأممي في ورقته التي سلمت إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، يقول الكثير من المراقبون بشكل عام أن الأمم المتحدة يعني تهادن إلى حد ما الحوثيين، يعني لا تأخذ منهم موقف واضح ومحدد بتنفيذ القرار 2216 بشكل واضح. لا لا، انا اعتقد انه من حيث الاساس موقف الامم المتحده هو ذات الموقف الذي تجسد في مجلس الامن الدولي، وهو موقف مجمع على دعم الشرعيه وتاييدها واعتبار العمل الذي تم عمل انقلابي. ولكن بهذا الامين العام كما اسلفت مفوض بالمفاوضات، مفوض بترتيب الاولويات وفق رؤيه معينه وفق اجنده يمكن ان يقبل بها الاطراف المختلفه. بمعنى اخر، بهذا الامين العام ومندوب الامين العام معني إلى حد كبير جدا بمحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وإعادة ترتيب الأولويات بكيفية معينة، ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن جهاز الأمين العام ضد مجلس الأمن أو ضد موقف مجلس الأمن الجذري والراديكالي الذي تجسد في القرار. تبعا لذلك أنا أعتقد أننا نتكلم هنا عن حالة رمادية فيما يتعلق بالبعد المتعلق بالتسوية السياسية، وهذه الحالة الرمادية هي حالة مستوعبة لأنها حالة تدرجية أو حالة فيها نوع من ترتيب الأولويات بكيفية معينة، وبطبيعة الحال تأخذ المسألة طابع تفاوضي في نهاية المطاف، بمعنى ما هو الأول وما هو الثاني وما هو الثالث، بما أن هنالك تفاصيل كثيرة جدا تتعلق بكل البنود العملية التي سوف يتم الاتفاق عليها إن تم ذلك عمليا. في هذه الحالة كل بند من هذه البنود يحتمل كثير من التفسيرات والتأويل والتطبيقات العملية على الأرض، وبالتالي ندخل فيما يسمى بنظام الضمانات. كيف يمكن أن نضمن تنفيذ هذه الأشياء؟ نظام الضمانات هو أيضا بدوره نظام مركب ومعقد، بمعنى آخر التسوية السياسية بطبيعتها تسوية لزجة مركبة معقدة غير بسيطة، تريد درجة عالية من الصبر والدأب. وأنا أعتقد أن رهان الحوثيين ومن يناصرهم قائم على قاعدة المناورة والرفض المبدئي والأساسي للعملية السياسية في الأفق الذي ترتئيه دول التحالف العربي ويرتئونه ويرتئيه المجتمع الدولي بقصده والقبيض، ومن هنا هم في مأزق فيما يتعلق بكيفية المناورة. وأنا في تقديري الشخصي أنا من الحكمة بمكان أن يكون هناك نوع من المرونة من قبل الشرعية، بمعنى آخر المرونة التي تضع الحوثيين في زاوية حرجة. طيب، لأنهم ليسوا صادقين في كل هذه الأشياء. ما هي تفاصيل هذه المرونة دكتور عمر؟ يعني لربما أكثر إنجاز سياسي أو دبلوماسي تحقق للحكومة الشرعية ولربما يفاخر في يعني المؤيدون لها هذا القرار، القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع. يعني إذا ما تخلت الحكومة عن هذا القرار في المشاورات السياسية لربما ستأتي يعني بدون أرضية صلبة تتحرك عليها الآن.
وما قيمة هذا القرار إن لم يكن مفعلا عمليا؟ أنا قلت لك صحيح. من قبل أن مثل هذه القرارات التي تصدر بمجلس الأمن والمجيرة على البند السابق لا يمكن تفعيلها إلا بإرادة خاصة سياسية من أحد الدول الكبرى، والوحيدة الدولة الوحيدة التي كانت تفعل مثل هذه القرارات هي الولايات المتحدة وحلفائها. لا أعتقد بحال من الأحوال أن روسيا ستنبري أو الصين ستنبري لتفعيل مثل هذا القرار، لكن الولايات المتحدة أيضا ليست في استعجال من أمرها وليست في وارد أن تفعل هذا القرار، وإذا هذا القرار يتحول إلى أيقونة سياسية مفيدة للشرعية ومفيدة للتحالف العربي، ولكنه غير مفعل على الأرض. لأن تفعيله على الأرض يعني أن يكون هناك جبر قهري دولي ضد الحوثيين والصالحيين، وهو أمر حتى هذه اللحظة ليس قائما وليس مرئيا في أفق الاستشراف السياسي العملي الميداني. لكنني أقول هنا أن المرونة المطلوبة تتعلق بتلك المرونة المتوازية مع الفعل الإيجابي على الأرض، بمعنى آخر على الشرعية الآن أن تحل مشكلة تعز، لابد من تحرير تعز، وأن يكون هناك أيضا ملأ للفراغات الأمنية في حضرموت والمهرة وأبين وشبوة، وأن يكون هناك عملي للمؤسسات في عدن، وأن يكون هناك إعادة مأسسة حقيقية للدولة بناء على القاعدة الصلبة التي تتكون في عدن. بمعنى آخر أن كل هذه المسؤوليات الجسيمة ملقاة على عاتق الشرعية، على عاتق الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة وكل المؤسسات المختلفة التي تلتحق بالشرعية. لابد الآن من أن يكون هناك هذا النوع من النفس الذي يمهد على الموضوع في واقع على الأرض، ليس على الحلول السياسية التي يمكن أن تسقط علينا من السماء في ليلة ليلة. طيب يعني الآن نحن عرجنا على موضوع يعني عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بدخول بقوة بالملف اليمني، وربما يعني تنفيذ قرار مجلس الأمن بصورة قاهرة، ولربما السياسة الأمريكية الآن تعتمد على مبدأ المرونة الكبيرة في الملف الخارجي. لا أعلم، هل برأيك إذا ما تغير الرئيس وأصبح من مثلا حزب المحافظين، ونحن نعلم أن حزب المحافظين هم أكثر جرأة في السياسة الخارجية، هل سيؤثر ذلك على المشهد اليمني بشكل أو بآخر؟ مما لا جدال فيه أن الولايات المتحدة الآن في لحظة حساسة، هي على أعتاب انتخابات رئاسية جديدة، هي على أعتاب تقارع سياسي حقيقي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هنالك إعادة تقييم للتجربة الأمريكية في أفغانستان والعراق وفي عموم الشرق الأوسط، وبالتالي ليست الولايات المتحدة في عجلة من أمرها، ليس في أولويتها الآن أي تدخل عسكري مباشر على الإطلاق. هذا أمر مشهود في إدارة أوباما وعند الديمقراطيين على وجه الحصر وحتى جزء من الجمهوريين، وبالمقابل هنالك جمهوريين جدد يتحفزون للرئاسة في الولايات المتحدة، وهؤلاء قد يصلوا بعد كم أشهر بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي ليس منتظرا في الأفق المنظور حتى الانتخابات الرئاسية القادمة متغير حاسب وحاد في السياسة الأمريكية في المنطقة. السياسة الأمريكية الآن تنعطف انعطافة هادية مداها الحفاظ على الحلفاء بهذا القدر أو ذاك، ولكن عدم التدخل المباشر وعدم تفعيل مؤسسة القوة كما كانت تفعل من سابق. تلك الرؤية الأمريكية الآن تنعكس في اليمن وفي سوريا، وقبل حين إلى حد ما كان الرؤية مختلفة فيما يتعلق بأمر ليبيا. هذا هو الجديد، ولهذا ليس منتظرا من الولايات المتحدة أن تقوم بعملية انعطافية حادة ومفاجئة، ولكنها في نهاية المطاف تقدم دعم لوجستي للحلفاء العرب، هي تقبل بعاصفة الحزم من حيث المبدأ، بل أن لها دور مؤكد فيما يتعلق بالبعد الاستشاري المتعلق بطبيعة العملية العسكرية وأنماط وأنساق البعد العسكري فيها، باعتبار أن السلاح الأمريكي يمثل السلاح الضارب في هذه المعادلة، والولايات المتحدة في نهاية المطاف تحافظ على أصدقائها العرب في المنطقة. طيب بخصوص الأصدقاء العرب في المنطقة وقيادة التحالف، ما الذي يؤخر التحالف العربي للتدخل بصورة أكبر على الأرض؟ أتحدث هذه حسابات عسكرية يدريها العسكريون، بمعنى آخر أن تدخل القوات النظامية في بعض المناطق قد يكون مواتيا كما حصل في عدن على سبيل المثال ومأرب، باعتبار أنها مناطق مفتوحة وغير جبلية، ولكن المناطق الميليشياوية والمناطق التي تضاريسها أقرب إلى الأعمال العسكرية الميليشياوية في هذه المناطق لابد من أن تكون الأولوية في دعم المقاومة، وهذا هو الأمر الناقص الآن في تعز على وجه التحديد. أنا في تقديري الشخصي أن من الضرورة بمكان أن يكون هنالك دعم استثنائي للمقاومة في تعز وللتحالف اليمني المؤيد للشرعية في هذه المنطقة بطيوف ألوانه،
هذا هو الأمر المطلوب. في تقديري الشخصي العملية العسكرية النظامية التي يمكن أن تكون في التهائم اليمنية أو في عدن أو في حتى المناطق الوديان المفتوحة الكبيرة لا ليست هي ذات العملية التي يمكن أن تتم في تعز. طيب يعني بداخل التركيبة السياسية للتحالف العربي لدينا ربما دولتان فاعلتان فيه بشكل كبير، السعودية المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات. دولة الإمارات لديها تحفظات كثيرة فيما يخص ملف الإخوان المسلمين وممثلونهم في اليمن حزب الإصلاح إذا جاز ذلك، لكن السعودية ربما ليس لديها ذلك التحفظ الكبير. هذا التخبط ربما في السياسة الداخلية للتحالف العربي هل يؤثر على الأرض، على يعني جرأة الرئيس هادي في اتخاذ القرارات وحدة صف المقاومة ومن خلفية التحالف العربي؟ أنا لا أعتد كثيرا بمعلومات الوسائط الاجتماعية المختلفة المتعلقة بتباين المواقف السعودية الإماراتية تجاه هذه المسألة أو تلك، بل لا أعتد حتى بتباين مواقف الحلفاء العرب بما في ذلك سلطنة عمان. أنا أعتقد أن هنالك أدوار معينة وهذه الأدوار تتوزع بحسب التنوع في المهام القتالية من جهة والمهام السياسية من جهة أخرى، وتبعا لذلك لابد أن نقرأ المشهد بمنطق مغاير تماما للحالات الكيدية أو الاستقطابات السياسية الحادة التي عرفناها في الساحة اليمنية. أنا من خلال معرفتي بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي على مدى عقود من الزمن، هنالك إجازة أكيدة للتنوع في الاجتهاد والتنوع في المقاربات وحتى التنوع في المشاركات بناء على الميزات النسبية التي يتمتع بها هذا الجيش أو ذاك، الميزات النسبية التي يتمتع بها هذا الاقتصاد أو ذاك. ولهذا السبب رأينا كيف أن منطقة عدن على سبيل المثال الدور الإماراتي فيها على المستوى المؤسسي وهو دور حاسم ومهم كان دورا كبيرا جدا، ورأينا أيضا أن سلاح الطيران لعب دور كبير جدا فيما يتعلق بالجانب الإماراتي، وهنالك سلاح طيران آخر عربي وغيرها. بمعنى آخر أنه في نهاية المطاف لابد أن نقرأ هذه البانوراما المشهدية في تعدديتها الاجتهادية الطبيعية، وفي كونها في نهاية المطاف متحالفة تحالفا لا مرد له ولا تراجع عنه بحال من الأحوال. المسألة الآن تكمن الكرة في مرمى اليمنيين في تقديري الشخصي، لأنه في نهاية المطاف الاستشارات الأساسية بالمعنى السياسي والمعنى الميداني هي لابد أن تكون استشارات يمنية، تماما كما كان الحال بالنسبة للمبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية كانت يمنية في روحيتها الداخلية أساسا، التوافقية كانت يمنية، ثم جاءت المبادرة الخليجية لكي تتوج هذه التوافقية بدعم إقليمي عربي مؤثر. تبعا لذلك نحن الآن المساءلون عما يتعلق بأولوياتنا في الداخل، كيف نعالج المشكلة في تعز، كيف نعالج المشكلة في أبين، كيف نعالج القضايا الناشئة في عدن، كيف نعالج أمر حضرموت المنسية، كيف أيضا نعالج أمور شمال الشمال من خلال عمل سياسي أيضا بالإضافة إلى العمل العسكري. لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الرهان كل الرهان على العمليات العسكرية والحسم العسكري، هذا فيه نوع من قصر النظر في تقديري الشخصي. وأنا هنا لا أوجه نقدا للشرعية اليمنية، ولكنني أقول أن الشرعية اليمنية ما زال أمامها شروط حتى ترتقي إلى مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة عليها، ولن ترتقي إلى هذا المستوى إلا باستشارات أفقية للآراء المختلفة وللحكمة وللمقاربات الاجتهادية سواء بالمعنى العسكري الميداني أو بالمعنى السياسي. ولربما هذه وجهة نظر يعني غير منتشرة كثيرا في الأوساط الداخلية اليمنية. على كل حال أشكرك دكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد جميح من لندن، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. تحدث قبل قليل الصحفي باسم الشعبي عن الورقة التي تسلمها الرئيس عبد الرب منصور هادي من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وتحدث عن وجود نواقص، أن الورقة تتحدث فقط عن انسحاب الميليشيا من المدن لكنها لا تتحدث بشكل كبير عن تطبيق القرار 2216. ما هو رأيك بخصوص الورقة التي قدمت للرئيس هادي؟ أو في الواقع لا يمكن أن ندلي برأي في ورقة لم نرها ولم تظهر إلا عبر تسريبات قد تكون غير صحيحة. لكن بالمجمل التفاوض كان على أساس أن القرار الدولي هو المرجعية لأي مفاوضات ستكون هنا أو هناك، والحوثيون يضغطون على أن تكون النقاط السبع أو نقاط مسقط أو إعلان مسقط
أو ما شئت أن تسميها التي اقترحوها هم وعرضوها على الرئاسة اليمنية أن تكون أيضا ضمن المرجعيات. بالمحصلة النهائية النقاط السبع هي تكاتفي بما يعادل 90% من مجمل مقررات القرار 2016، والقرار الدولي لا يمكن إلا أن يكون هو المرجعية الأساس بالنسبة للمفاوضات القادمة. الورقة هذه إن جاز أن تكون عرضت على الرئاسة وعلى الحكومة، فأنا في تصوري أنها مجرد ورقة للتمهيد للبدء بالمفاوضات من ناحية الإشارة إلى وقت إطلاق النار، لأن هناك تباين في وجهات النظر حول بدء المفاوضات في ظل التصعيد الميداني أو أن يصار إلى وقت تام لإطلاق النار من أجل إتاحة الفرصة لانطلاق المفاوضات في جنيف أو في غيرها. وربما تفهم هذه الورقة في هذا السياق، لكن أنا لا أتصور بحال من الأحوال أنه يمكن أن تخرج عملية التفاوض عن تحديد أطر أو آلية تنفيذية واضحة المعالم لتطبيق القرار الدولي 2216 وغيره أو غيره من القرارات. طيب. الحوثيون يعني وصالح أبدوا استعدادهم كما أعلنوا وكتبوا لهم مساعدة بتنفيذ القرار، لهم تحفظهم الذي لا يزال حتى هذه اللحظة على مسألة وضع صالح وعبد الملك الحوثي على قائمة العقوبات الدولية. الحكومة ردت على هذه النقطة بأن المسألة العقوبات الدولية الموقعة على الرئيس السابق على عبد الله صالح وعلى عبد الملك الحوثي وعدد من القيادات الحوثية بالإضافة إلى نجل الرئيس السابق لا تملك الحكومة اليمنية البت فيها، لأن الأمر ليس في يدها، هذا أمر دولي. وقد وصل الرد عن طريق المبعوث الدولي إلى وفد الحوثي وصالح في مسقط، ويبدو أنهم بصلة تفهم أن هذه المسألة مسألة مجلس الأمن يصار قرار، ربما كما عرضت الحكومة أنه بعد أن يصار إلى اتفاق سياسي تظل الأمم المتحدة ترعى مسألة تنفيذ قرارها أو قرارها الدولي. فإذا ارتأت الأمم المتحدة لأن الحوثيين وصالح قد التزموا التزاما تاما بتطبيق مقررات القرار الدولي، حينها يمكن أن يصار إلى رفع العقوبات الدولية على المعنيين أو إسقاط القرار الدولي تحت الفصل السابع، لكن على أن تستتب الأمور سياسيا وأمنيا داخل البلاد وليس قبل ذلك. طيب الآن الميليشيا لربما لن تقبل بأي عقوبات جديدة، لربما تلجأ إلى التصعيد داخل الأرض. ما هي الإمكانات التي تتيح لها المزيد من التصعيد على الأرض، خاصة أننا نرى فعليا يعني غموض في ملف تعز، غموض في ملف كنا نتحدث قبل فترة عن توجه إلى صنعاء ومعركة تحرير صنعاء، والآن لا زالت الأمور في تعز مضطربة إلى حد ما. هل التحالف العربي قادر على التركيز على الملف العسكري بشكل كامل بغض النظر عن ما يجري سياسيا وعدم قدرة الأمم المتحدة أو عدم رغبتها كما يقول البعض في تنفيذ القرار 2216، أم أنها ستظل على الملفين بشكل يعني بشعرة معاوية كما يقال؟ أنا أعتقد بالنسبة القرار الدولي هو قرار ملزم، لا أتصور أن الأمم المتحدة يمكن أو أن أي جهة دولية يمكن أن تتنصل عنه. بالنسبة للحوثيين وصالح وقواتهم على الأرض، دعنا نقولها بكل وضوح وصراحة، سلاحهم الأقوى الذي يساعدهم الآن وضعف الشرعية اليمنية ومعسكر هذه الشرعية، ليس سلاحا آخر. يعني الفراغ الذي تركته الميليشيا في الجنوب وفي عدن تحديدا لم يتم ملؤه بالصورة الجيدة. هناك عدد أعداد كبيرة من المقاتلين الجوالين من العصابات، من أصحاب الاضطرابات الأمنية، من أصحاب السوابق، والحوثيين كذلك يجولون في كل المناطق. هناك حالة من الرخاوة السياسية والعسكرية لدى معسكر الشرعية اليمنية إنجاز التعبير. هذا هو السلاح الأقوى الذي يمتلكه الحوثيون الآن، وليس ما لديهم من صواريخ باليستية، وليس ما لديهم من هاونات وغيرها من الأسلحة. طيب ما هو المطلوب من الشرعية في هذه الحالة؟ المطلوب من الشرعية في هذه الحالة أن تتعالى على مستوى الجرح الوطني، أن تكون على مستوى الحدث، لا أن يتقاتل أصحاب الشرعية على مناصب سياسية وعلى مناصب سيادية، أو أن يتقاتلوا على مناصب توزيع أو إعادة أو استلام مخصصات إعارة الإعمار أو المؤن الإنسانية المقدمة. هذا عيب في حق هذه القيادة التي لم ترتقي حتى هذه اللحظة إلى مستوى الحدث، إلى مستوى الجرح الوطني، إلى مستوى مضاهنات الناس.
يعني انطلقت عمليه تحرير تعز قبل ايام والى الان والمساله تراوح مكانها، لماذا؟ اكبر معضله بتصوري في سبيل تحرير تعز هو التلفق السياسي والخلافات السياسيه الموجوده داخل معسكر الشرعيه وليس على الحوثيين. الحوثيون عندما وجدت اراده سياسيه لاخراجهم من عدن خرجوا منها صاغرين وهذا شيء معروف، لكن هناك نوع من التباطؤ وسببه التباين السياسي بين اصحاب هذه الشرعيه التي لم تستطع حتى هذه اللحظه حسم الخلافات الشخصيه وليست السياسيه بين مكوناتها. إذا دكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر كذلك ضيوفي عبر الهاتف دكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي من الشارقة وكذلك الصحفي باسم الشعبي من عدن وكذلك دكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، نراكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.